أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناة 22 في حديث الجيران. مشاهدينا، خرج المئات إلى شوارع الجزائر العاصمة أمس في مظاهرة للتضامن والدعم للقضية الفلسطينية. خرجوا للتظاهر بسلام تعبيرا عن دعمهم للقضية، لكن السلطات واجهتهم بالقمع واقتادت البعض منهم إلى مراكز الشرطة. هذا في دولة غير متبعة مع الكيان الصهيوني، أما في دولة متبعة وهي الجارة المغرب بالعاصمة المغربية الرباط، تظاهر أمس آلاف المغاربة في مسيرة شعبية اعتراضا على استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة للأسبوع الثاني على التوالي. طوفان بشري تشكل من جميع فئات الشعب المغربي ومختلف أطيافه السياسية دعما للمقاومة في عملية طوفان الأقصى، هذا بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين. معنا للحديث عن الموضوع من الجزائر المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل معراف. أهلا بك أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا. ومعنا من المغرب الأستاذ معاذ الجحري، عضو السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية. أستاذ معاذ أهلا بك. أهلا وسهلا. نبدأ معك أستاذ معراف، مظاهرات هنا وهناك بعدد من المدن الجزائرية لمساندة القضية الفلسطينية، لكن مظاهرة العاصمة واجهت قمع السلطات وحتى أنه تم اقتياد العديد من الشباب إلى مراكز الأمن. دعنا أستاذ معرف قبل أن أعطيك الكلمة نشاهد هذا الفيديو ونعود. يظهر أثره يكون ملموسا. إذن من هنا يبدأ القمع إخواننا، إخواني أخواتي، يبدأ القمع لهذه المسيرة التضامنية مع إخواننا في فلسطين. إذن إخواني أخواتي، كما تشاهدون هنا تبدأ المضايقات الأمنية من ساحة الولاية. الله أكبر. نفديك يا عزة. أستاذ معرف أعود إليك، أين هي الشعارات أستاذ معرف النظام الذي يساعد فلسطين وأنه معها ظالمة أم مظلومة؟ لماذا هذا القمع في مسيرة مؤيدة لفلسطين؟ يعني لا شيء غير أنها مسيرة. أولا نحن في برنامج حديث الجيران، تحية أخوية للجيران، لك سيدتي المتألقة وأيضا لأخوي وصديقي معاذ من المغرب الحبيب. تعرفي بأنه القمع والتضييق الذي يطال هذه المظاهرات ليست بسبب فلسطين، ونظام عندما يضع مثل هذه المتاريس للتقييد وأيضا للخنق والقمع وإلى غداك، فهو المقصود بها هو الشعب الجزائري برمته، لأن النظام في الجزائر وغير شرعي، نظام موجود بقوة على الشعب الجزائري، ولا أحد انتخب لا المؤسسة لا الرئيس ولا الحكومة، وبالتالي أنه هذا النظام هو تقريبا يخاف من أن تتحول هذه المظاهرات. وفعلا نحن في المعارضة دائما نستغل مثل هكذا أحداث إلى غداك لكي نذكر هذا النظام بأن الشعب الجزائري برمته هو يلي يعترف بهذا النظام، وبالتالي أنه كل هذا التضييق الذي مورس على المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني المقصود بها هو عدم فسح المجال في اجتياح الشارع بالنسبة لأحرار الجزائر، لأن هذا النظام دائما لديه هذه الفوبيا من عودة الحراك الباهر الذي انطلق في 2019. وبالمناسبة حتى قبل، ربما أنا يمكن من حكم السن نتاعي تقريبا شاهدت الكثير من الأحداث التي عرفتها، القضية الفلسطينية أو حتى القضية اللبنانية وغيرها من القضايا التي يساندها الشعب الجزائري، ولكن النظام كان دائما يقمع لسمة في الجزائر العاصمة. لماذا؟ لأن خوفه دائما من أن تتحول هذه المظاهرات إلى
صراحة محاكمة ومحاسبة بالنسبة للنظام الذي مثل ما تفضلتي، لأن قضيته مع القضية الفلسطينية هو يضع الكثير من الشعارات، ولكن خليني نقول هو تقريبا مثل باقي الأنظمة العربية، حتى لا نكون منصفين، لأن بالنهاية المشروع الصهيوني ما كان له أن يتمدد ويتقوى بهذا الشكل لو لم يجد له امتدادات في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر، كل البلاد العربية، لأن بالنهاية نحن نعيش في معتقل عربي. صحيح أن ربما هذه المظاهرات التي خرجت هنا وهناك هي وقودا معنويا بالنسبة للأشاوس المقاومة في غزة، وأيضا رسالة للرأي العام العالمي بأن الشعوب العربية صراحة هي في واد، والحكومات العربية التي تسيطر على الشعوب بالقوة، تسيطر عليه شعوب بالقمع، وأن كل جيوشها هي موضوعة لقمع هذه الحريات إلى غداك، وليس من أجل نصرة قضاياها الأساسية. لأن لما نشوف مثلا كل الجيوش العربية التي تأخذ من أموال الشعوب العربية في كثير من بل تقريبا 15% إلى 17% حسب الدراسة طلعتها أنا من ميزانية الشعوب، من قوت الشعوب إلى غداك، وتشتري بها هذه الأسلحة، لكن بالنهاية هذا الجيوش هي موضوع للحزازات فيما بين هذه الدول العربية، وأيضا لإخراج الدبابات أمام الأحرار والأشاوس، مثلما نقمع نحن في الجزائر كمعارضة التي نطالب بأن يكون هناك نظام ديمقراطي وطني في الجزائر يمكن أن يقدم الصورة الحقيقية للشعب الجزائري اتجاه قضيتنا الأولى والأساسية هي القضية الفلسطينية. نعم أستاذ معرف. أستاذ جحري، حشود من المغاربة ملأت شوارع العاصمة الرباط أمس وبعض المدن المغربية وبشعارات قوية، دعنا نشاهد هذه المشاهد من وقفة الرباط. أستاذ معاذ، قبل الخوض في تفاصيل، بداية صف لنا مشاهد وقفة الرباط وأيضا وقفات المدن الأخرى. أنت حضرت بوقفة مدينة مراكش وما عبر عنه الشعب المغربي خلال هذه المسيرات. كما ترين الأخت كريمة، يعني المسيرة ديال الرباط لا يتعلق الأمر بالآلاف بل بمئات الآلاف، وفعلا كان طوفان بشري، وهي مسيرة حاشدة وشعبية وضخمة، ولا تقتصر على النخاب فقط، إنما تعددها لفئات شعبية مهمة، وقد يعني تم تنظيم هذه المسيرة ومشتركة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية لدعم فلسطين. نحن في الجبهة المغربية ما عندناش واحد العلاقة لنقول مؤسسة مع مجموعة العمل، وإنما علاقتنا تخضع لنقول لقاعدة لكل مقام مقام ولكل حادث حديث. وهذه المرة بالنظر للتطورات الخطيرة اللي كاينة في
ديال العدوان على غزة وعلى مجموع فلسطين والمنطقة، فارتأينا أن نقوم بعمل وحدوي نعم. ندعم من خلاله المقاومة في فلسطين. طيب أستاذ حجري، يعني رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع بين الرباط وتل أبيب. المواقف باتت واضحة أنها يعني متباينة بين الشعب المعارض للتطبيع والسلطة المطبعة. هل برأيك مسيرة أمس أبرزت ربما واقع الموقف الشعبي برأيك؟ نعم، بكل تأكيد، ولكن دعيني أكمل بأنه الجبهة الاجتماعية المغربية هي جبهة أخرى كانت قد برمجت قبل يعني انطلاق العدوان يعني مسيرة بمراكش، يجب أن يوضح هذا الأمر للعموم، وكانت بمناسبة أو مناهضة لانعقاد القمة السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وحضور الكيان الصهيوني هناك، كانت مبرمجة، ونحن يعني في الجبهة الاجتماعية أيضا أبقينا على هذه المسيرة رغم مسيرة الرباط، وقلنا بأن هذه المسيرة في مراكش على أي حال هي مشرفة ورمزية ولها يعني لا في مراكش ولا في الرباط كنا نضرب نفس العدو، لا ننسى نعم بأن المؤسسات المالية البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية إضافة إلى حلف الناتو هي من أخطر الأدوات الإمبريالية. أما هذه المسيرة أو هذه المسيرات وقبلها الوقفات الاحتجاجية فهي استفتاء شعبي وشاهد على رفض الشعب المغربي للتطبيع. نحن نرفض هذا التطبيع ونعتبره يعني مناقضا تماما للموقف الشعبي على مر العقود، إن لم أقل على مر التاريخ. نحن الشعب المغربي وفي واد، والنظام المخزني في الحقيقة في واد آخر، نحن برزخان لا يلتقيان. والموقف ديال الأنظمة المطبعة عموما، دعيني أقول لك بأنه في اجتماع وزارة الخارجية للجامعة العربية يتعلق الأمر بالمغرب وبمصر وبالأردن والإمارات العربية المتحدة وبالبحرين، كلهم التقوا على موقف يعني يريد أن يهبط ويخفض من الموقف الفلسطيني الرسمي الذي كان أصلا معتدلا، وكانوا يريدون في البيان إدانة المقاومة. نعم وموقف الخارجية المغربية، ماذا يقول موقف الخارجية المغربية البيان عند انطلاق يعني القتال؟ نعم يقول بأنه يعني إدانة قتل المدنيين من من الجانبين. الطرفين من الجريمة. يا أختي، ما نسوي المستعمرة والمستعمر؟ لا ما أبدا. غزة هي خلال 16 سنة؟ وهل يعني المستوطنين قطعان المستوطنين في الضفة الغربية هم مدنيون أصلا؟ هم مسلحون، ولم يعد العدو يكتفي بجيش الاحتلال لقمع الفلسطينيين وتشريدهم من أراضيهم، بل يستعمل قطعان المستوطنين المسلحين بكل أنواع الأسلحة، ثم يتكلموا عن يعني عدم تقويض فرص السلام. أين هي فرص السلام؟ وما هي نتائج هذا الحوار؟ يعني والماراثون من المفاوضات بينهم والحوار منذ 30 سنة، يعني منذ أوسلو، يتحدث عن حل الدولتين، والضفة الغربية أصبحت عبارة عن يعني مدن الفلسطينيين وقرى أصبحت عن جزر تتوقها المستوطنات من كل مكان والطرق الالتفافية. هل ترك العدو الصهيوني فرصة لهذا السلمي. الحل؟ لا شيء. الفلسطيني ما عندوش حل إلا أنه أن يقاوم كما قاومت جميع الشعوب،
كما قاوم الشعب الفرنسي نفسه. اليوم فرنسا التي تمنع المظاهرات، بماذا تحررت؟ لم تتحرر بالمقاومة كما قاوم الشعب الفيتنامي نفسه؟ هذا غير معقول. والكفاح بكل أشكاله وعلى رأسه الكفاح المسلح، الكفاح المسلح هو كفاح مشروع الأمم المتحدة تبيحه. نعم أستاذ جحيم. نعم أستاذ معاذ، وصلت الرسالة، مشكور. أستاذ معرف، ننتقل إليك. أستاذ معرف، أنت مطلع على الأمور كذلك بالمغرب، هل مسيرة الرباط برأيك أستاذ معرف كانت رسالة شعبية إلى السلطات المغربية؟ لا، قبل هذا نقول أستاذ معاذ، أيضا مسيرة الشعب الجزائري في المقاومة هي أحسن بكثير من المقاومة في فرنسا وغيرها، وهذا أيضا يدخل في إطار اعتراف بين المغاربيه، لان بالنهايه انا شخصيا فخور بما قدمه الشعب المغربي، وبتمنى يتواصل هذا التيار الممانعه والمقاومه للتطبيع، لان بالنهايه هذا التطبيع هو وصمه عار في تاريخ الشعب المغربي، الذي للاسف انه هذا الاتفاقيات انه جعلت كثير من النخب في العالم العربي، سيما النخب الحره والتي تدافع ايضا على بلدانها واستقرار بلدانها الى غد ذلك، تشعر نوعا ما بهذا الاسى. صحيح انا شخصيا يمكن من حتى في الصفحه نتاعي في الفيسبوك افرت للمسيره في المغرب الكثير من الكلام الجيد، وقلت بانه يمكن من اكبر الضربات تلقاها هذا المحتل هو تعبير الشعب المغربي على رفضه لهذا الغطرسه الصهيونيه من ناحيه، وايضا انه رفضه للتطبيع، وانه تقريبا النظام المغربي يغرد خارج السرب، ولكن الشعب المغربي ما زال وفي القضية الفلسطينية. وهذا أنا بالنسبة لي من أحسن الردود التي يمكن تقدمها الشعوب العربية بالنسبة للشعب الفلسطيني. أيضا أن ممكن الموضوع هذا ما يحدث الآن في غزة في رأيي هو نوعا ما يؤسس لبداية جديدة بالنسبة للقضية الفلسطينية. تقريبا أن ما شاهدناه في 2008 هو يختلف تماما عن ما نشاهده الآن. الآن يمكن المقاومة الفلسطينية أشاوسها أخذوا الدروس وأخذوا العدة، وكان فيه نشعر بأن كان فيه ترتيبات ممنهجة، وكان أيضا دراسات بشكل معمق واستراتيجي إلى غد ذلك لكل عناصر القوة الموجودة بالنسبة للقطرسة الصهيونية. وحتى الشعوب العربية الآن، حتى الشعوب العربية برغم التقويض الممارس على هذه الشعوب من الجزائر إلى لبنان وإلى غد وسوريا إلى غد، ولكن هذه الشعوب أبرزت تقريبا مرة أخرى بأنها وفية بالنسبة للقضية الفلسطينية. وأعتقد أنه هذا مؤشر قوي أخت كريمة لمستقبل القضية الفلسطينية، لأن بالمناسبة ليس العرب هم من يضحون على فلسطين، بل المقاومة الفلسطينية تضحي من أجل نصرة القضية العربية، لأن كل ما كان هناك نجاح بالمقاومة داخل فلسطين كل ما أيضا. أستاذ إسماعيل، ربما انقطع الخط للأستاذ إسماعيل، سنعود إليك. أستاذ معاد، السلطات المغربية ما زالت تقف يعني موقفها المتفرج مما يجري في غزة في حياد تام، ونحن اليوم في اليوم العاشر تقريبا والأطفال يستشهدون يوميا بالقطاع، كيف تقرأ الموقف الرسمي؟ كيف الموقف الرسمي يعني لم يتغير، قد يعني يحاول ابراز نوع من التعصب هذا الحد او ذاك، ولكنه مكبل حتى العنق باتفاقيه التطبيع وبعلاقات فوق الطاوله وتحت الطاوله، وقد ذهب التطبيع الى ابعد مدى ليشمل يعني التعاون العسكري والاستخباراتي والاقتصادي والتجاري والفلاحي. لكن أستاذ معاذ، شاهدنا عام 2000 قرر المغرب إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط المفتوح منذ عام 1994، وكان قد طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. هل تظن أن السلطات المغربية اليوم قد تقوم بخطوة مماثلة هذه المرة؟ بالحقيقة النظام المغربي ليس هو من طرد يعني
الاتصال اغلق، ما اغلقه هو الشعب المغربي والشعب الفلسطيني معا، لانه كانت الفتره هي انتفاضه الاقصى، وكان الشعب المغربي يعني قد انتفض كما انتفض يعني يوم الاحد المنصرم، والتقى اذا التقت هذه الارادات الكفاحيه واغلقت مكتب الاتصال، ونحن نعول على هذه الصيروره يعني الثوريه الجديده القتاليه في المقاومه الفلسطينيه، ويعني الكفاح الموحد ديال الشعب المغربي لكي نغلق تماما هذا المكتب ونطرد يعني ممثله، بل اكثر من ذلك برايي يجب ان نطالب بطرد السفير الامريكي، لان امريكا ابانت يعني عن انحياز ممسوخ ولا اخلاقي لاتجاه العدو، فهو تموله بالمال وبالاسلحه وبالدبلوماسيه وبكل ما هو الاسطول الحربي، ما هذا الشيء اللي كان مازال خص الكيان الصهيوني غير الاسطول الحربي الامريكي لكي يتحرك الان الى شواطئ فلسطين مهددا المنطقه باكملها، وقد يعني لمت وراء كل القوى الاستعماريه الكبرى من فرنسا وايطاليا وبريطانيا والمانيا في بيان لادانه المقاومه، وهي ما اجتمعت مره واحده لادانه الممارسه الاجراميه للكيان الصهيوني القائم على الاحتلال والابارتايد. طيب استاذ اسماعيل، استاذ معاذ كانوا اعطانا يعني قراءه للمواقف الغربيه، برايك انت استاذ اسماعيل قراءتك للمواقف الرسمية العربية، الشعوب خرجت للمساندة بمظاهرات قد يكون ذلك أضعف الإيمان، الحكام في موقف المتفرج، هل برأيك الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني قد تتراجع أو قد تضغط ربما على إسرائيل وقد تتراجع عن عملية التطبيع؟ شوف أنا قد أفاجئك بأنه شخصيا لا أفرق بين الدول المطبعة والغير المطبعة صراحة، لأنه ربما نوعا ما بالنسبة للمظهر أنه فيه دول طبعات ودول غير مطبعة، لكن بالنهاية كلها دول، كل الأنظمة العربية مطبعة. لماذا؟ أولا الكيان الصهيوني ماذا يريد من الأنظمة في العالم العربي؟ هي أن تقمع شعوبها وأن تمنع عنها الحركة السياسية وتمنع عنها وصول النخب السياسية الوطنية المستقلة لكي تبني هذه الدول العربي على اسس من الديمقراطيه وايضا من التقاليد الدستوريه الى غدك، تمكن الشعوب من ممارسه حقها في بناء اوطانها الى غدك، ومن ثم هذه الشعوب اكيد انها تصبح عندها التزامات مع القضايا الوطنيه، اول التزام بالنسبه لكل الشعوب العربيه مع القضايا الاولى هي القضيه الفلسطينيه، وبالتالي انه فقط ربما نشير هذا المطبع وهذا غير مطبع، لكن بالنهايه في اعتقادي بانه حتى الذي يطبع هو يعرف جيدا بانه ربما كنظام لا يمتلك مثلا الموارد الاوليه، لا يمتلك امكانيات، لديه علاقات مع مؤسسات ماليه ويعرف ان الطرف الاسرائيلي هو المتحكم الى غدك، فيضطر الى ان يدخل معه في عقود، ولكن الكيان الصهيوني هو يعرف جيدا بانه لا فرق بين الجزائر والمغرب ولا فرق بين مصر وسوريا والى غدك، لماذا؟ لانه بالنهايه هو يريد ان تكون هذه الانظمه العربيه في نفس الوتيره نتاع القمع ونتاع الارهاب ونتاع ترويع الشعوب، وايضا تهجر 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 النخب وتهجر الكفاءات الى غدك، وبالتالي يتم افراغ هذه البلدان العربيه من 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 قوتها ومن ايضا من كل مواردها ومن وقودها الحقيقي البشري الى غدك، وبالتالي انه لا اعتقد انه سوف تؤثر هذا الازمه على الدول التي طبعت، لن تتراجع على فكرة التطبيع، ربما سيسمح لها كهامش من أنها ربما تتعامل مع القضية وفق ما تريده الشعوب، لكن بالنهاية مثلا النظام في مصر مطبع من 78، لكن هذا النظام المصري تربط علاقات كثيرة مع الدول التي غير مطبع فيها الجزائر، النظام في قطر هو نظام مطبع مع الكيان الصهيوني، فقط يريدون أن يظهروا بأنه قناة الجزيرة تغطيتها الكبيرة وكذا إلى غدك، والإبهار الذي تقدمه للشعوب العربية، لكن بالنهاية ما فيش يمكن قناة في العالم قدرت أنها تطبع مع إسرائيل وتفسح المشروع الإسرائيلي مثل قناة الجزيرة،
ويكفي فقط انه مثلا مقر القناه في القدس هي مقابل للمقر الموساد الاسرائيلي، الى وليد العمري يشتغل وفق 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 ايضا ويحمل الجنسيه الاسرائيليه الى غدك. اذا فاعتقد انه في البلدان العربيه والشعوب العربيه يجب الراي العام يعرف بانه بصراحه انه فكره هذا التطبيع، ما التطبيع هو يبدا في انه عندما يشعر المواطن العربي انه حر في بلده فهذا نظام غير مطبع. اما اذا كان المواطن يشعر في المغرب وفي الجزائر وفي مصر بانه فيه تقييد كذا لغداك، ما الفائده من شعارات لا اطبع او اطبع صراحه. طيب شكرا لك الاستاذ اسماعيل معرفة المحلل السياسي، كنت معنا مباشره من الجزائر، وشكرا لك الاستاذ معاذ الجحري عضو السكرتاري الوطني للجبهه الاجتماعيه المغربيه كنت معنا من الرباط. شكرا لكم مشاهدينا على متابعه حلقه اليوم حديث الجيران، في امان الله.